مرتديا زيه الرسمي حاملا البريد لإيصاله باستخدام دراجة نارية، فيجوب بها شوارع الموصل من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا. أكثر من عقدين من الزمن وعمار موفق في مهنة ساع للبريد، يوصل الرسائل والطرود إلى أصحابها، فعشقه لهذه المهنة دفعه إلى الاستمرار فيها. أنا هاي المهنة أعتبرها أحلى مهنة أنا بنظري، وأتمسك بها مهنة ساع البريد. الحمد لله وبنيت علاقات ويا الناس، ناس عرفوني وحبوني وحبيتهم، الحمد لله أنا مو مجاملة، ربي شاهد. ونتيجة التطور التكنولوجي ودخول الإنترنت تراجعت مهام ساع البريد حتى تقلصت أعدادهم من 30 ساع إلى 7 فقط، فيما انحصر عملهم على الطرود التي تحمل أوراقا قانونية وقضائية ومخاطبات رسمية وشهادات الحياة الشخصية بين المغتربين والدوائر الرسمية، لينحصر بذلك عدد البريد المرسل إلى ما يتراوح بين 10 و20 رسالة يوميا. احنا عملنا طرود، رسائل، رسم. احنا عندنا عدة شعب متفرعة. انت تعرف هسه اجى الموبايل، التكنولوجيا قلت، مو نقول اللغات قلت مو بنسبة التسعينات والالفينات. وبغية تطوير العمل البريدي وتنظيمه في العراق، عملت وزارة الاتصالات على جعل البريدي شركة مستقلة بعد أن كان مرتبطا بهيئة الاتصالات، فيما تم تخصيص آليات خاصة لنقل الطرود الثقيلة والبضائع، إضافة إلى طائرات الشحن الجوي وفق المعايير العالمية الحديثة. اليوم البريد يمتاز بعدد من الآليات، عدد من الطائرات الخاصة للبريد العراقي. هذا البريد هو انتقاله في عالم التكنولوجيا والتطور التكنولوجي الحاصل، خصوصا نحن أقبلنا في العراق على خدمات التوصيل وخدمات البريدية، وصارت اليوم بكثرة. حتى ولو كانت هناك خدمات التوصيل من قبل بعض الشركات الأهلية، سوف تكون عملها سوف يكون مرتب تحت طائلة البريد العراقي. ووفقا لوزارة الاتصالات، فإن شركة البريد حققت انتقالات جيدة بالخدمة البريدية، وحصلت على المرتبة 26 على المستوى العالمي بحسب تصنيف مؤشر التنمية البريدية الخاص بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.